لم يمنعهن وجودهن في العاصمة المسلوبة صنعاء من إحياء فعالية احتفائية بذكرى ثورة أكتوبر تحت عنوان عودة وطن. ولا زمن الاستعمار بهذا الشعار والكثير من اللافتات والبالونات أحيينا فعاليتهن التي نظمتها مجموعة من الحركات الحقوقية والثورية المناهضة للانقلاب. احتشاد احتفائي في ذكرى وطنية لم يغب عنهن أهمية استلهام المضي في مسار التحرر الوطني ضد الاستعمار بشتى أنواعه وأشكاله قديما وحديثا حسب البيان الصادر عنهن، منوهات في بيانهن أنهن سيحذين حذو من سبقوهن من الأحرار وسيواجهن الميليشيا التي اعتبرن كل سلوكياتها من الانقلاب على الدولة وكيانها وصولا لكل ما ترتب عليه من انتهاكات لا يختلف عن ما يقوم به المستعمر. انتهت الفعالية ولم يفت الميليشيا إفسادها، حيث تعرضت مجموعة من المشاركات للملاحقة والمراقبة بتهمة هتافهن لأكتوبر المجيد وللوحدة وللوطن والحرية.